السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا ومعكم الإعلامي إسلام فضل من برنامج إسلام والنجوم. حابين قبل نبدأ حلقتنا النهاردة نقدم تهنئة لفريقنا، فريق الجميل وفريق الحبيب للجمهور الغالي جدا، فريق النادي الأهلي بفوزه على الترجي ووصوله النهائي، وإن شاء الله نتمنى لهم البطولة تكون أهلاوية بإذن الله. ونرجع تاني لحلقتنا النهاردة، معانا موهبة فوق مما تتخيل، موهبة جميلة جدا، معانا أستاذ وليد الشاطر. أهلا بك يا أستاذ. حبيبي يا أستاذ إسلام، أهلا بحضرتك. الله يخليكم. معانا الفرقة الجميلة بإذن الله اللي سمعونا حاجة جميلة أوي النهاردة، يعني مرحبا بكم جدا. حابين يعني نبان وجهة نظرنا فعلا الفن ده اللي مش واخد حقه في كل الناس. هل الفن ده يا أستاذ وليد يعني زي ما الناس ما بتقول يا دوبك تعمل بايدك بيبتدى، ولا بتمشي بين العقل وبين القلب، ولا تقدر تجيبها ازاي؟ والله يا استاذ اسلام، هي اصلا بتبقى موهبه في البني ادم ذات نفسه. ما دام الموهبه موجوده اي حاجه طبعا بتبقى سهله، واهم حاجه تكون الموهبه الحقيقيه فعلا بتبقى في البني ادم، يبقى مولود بيها. تمام. طب والفن رساله جميله جدا طبعا. تمام يا استاذ وليد. طب الموهبه ديت انت مكتسبها من حد، ولا انت كان عندك من انت صغير؟ لا، الموهبه دي عندي وانا صغير. اكتشفتها من انت عندك قد ايه؟ يعني مثلا وانا عندي 12 سنه كده. تمام. حابين قبل نعمل اي حاجه حابين سمعنا النهارده؟ والله حابب اسمعك حاجه كده قديمه لطارق الشيخ، غنوه كده يا عيني عليك. سمعت البومات قبل كده؟ انا سجلت في 2021 غنوه اسمها الف رحمه على اللي خان. تمام. و 2023 طبعا كفاياكو غل ونفسنا، غنوه جديده، توزيع والحان طبعا استاذ طه الحكيم. تمام. كلماتي انا. سمعنا النهارده لمين؟ هسمعك حاجه كده حلوه لطارق الشيخ. طب يا عيني عليك. تبدعنا. يلا يا سمره حلو. يلا جاهزين؟ بجد
والله العظيم يعني الله ينور بجد انت وبقيه الفرق كلهم، حابين نشكركم جدا بجد والله، يعني موهبه ما شاء الله عليكم. ربنا يبارك لك حبيبي. الله يخليك. وانتوا كلكم من بني سويف ولا انت حضرتك طبعا بس؟ اخويا حبيب قلبي العلامه محمد سمير، اخويا اسلام مهدي طبعا، واخويا مصطفى طلعت الاحساس العالي طبعا، اخويا اسامه لابوني، واخويا طبعا احمد فتحي، ابو ميار طبعا، اخويا اللي بتشرف بهم طبعا، الناس دي اقرب ناس ليا في المحافظه. تمام، كلهم يعني من اقرب ناس ليك من بني سويف. في الوسط الفني اللي انا اللي احنا فيه. تمام. طب حابين نعرف ان يعني عندكم في بني سويف لما بتيجي تقول فرقه او بتيجي تغنوا، مين اول واحد بتبدا بايه؟ هو بص الفكره بتبتدي الاول من المطرب، مثلا عندي فرح مثلا او عندي عايزين نقعد نعمل بروفه، بجر انا طبعا اخويا محمد سمير، اخويا مصطفى طلعت، اي بتاع اورج مثلا عندنا في البلد، وبنجمع كده اخواتنا وحبايبنا وبنقعد كده في استديو او في قاعه، تمام، وبنقعد نعمل بروفات كده مع بعضينا، نقعد نغني مثلا قبل الفرح، مثلا في شهر رمضان واحنا قاعدين كده يعني. طب الكلمات بتجيبها مين اللي بيكتبها لك؟ والله احنا لحد دلوقتي كده يعني احنا بنغني اللي هو زي الحاجات القديمه بنعملها بشكل جديد، زي ايه ان شاء الله عليكم كدا. بجد يعني والله الحلقه دي مفتخر بيها بجد حبيبي. بس اسلام الفخر طبعا لينا احنا طبعا ومحافظه بني سويف كلها طبعا، اخواتي وحبايبي. وبص انا مبسوط والله ان انا من النهارده مع حضرتك. الله يخليك يا استاذنا والله. طب حابين نعرف منك ان انت لما يعني تيجي تأدى الاداء وتيجي تغني، مين اكتر واحد بيتمنى انه يشد حيلك ويعني ياخد بايدك؟ هو طبعا هو قبل المطرب ما يطلع يشتغل طبعا لازم يكون منسق مع بتاع الاورج، تمام، وطبعا اخويا حبيبي محمد سمير، ما فيش اي حاجه لما بحتاجها بيقول لي عليها، كان هو اللي عم مصطفى طلعت. تمام. ومين اول واحد عارف ان انت عندك الموهبه دي؟ هو بص زمايلي كده واصحابي كانوا مثلا لما يجي فرح يلموا لي كده مع بعضهم، بقى شباب بقى ولسه في يعني في سته ابتدائي وفي اولى اعدادي كده، واطلع اغني غنوه كده لحد الحمد لله رب العالمين ما اتمكنت وبقيت بشتغل دلوقتي، وليا اسم طبعا الحمد لله رب العالمين، وليدي الشاطر. ازاي ان انت عندك موهبه الغنى؟ بص يا من صغري يعني وانا في ابتدائي كنت اجمع كده زمايلي ونقعد كده في الفصل كده نطبل كده على التخخ والكلام ده، ونقعد يعني نغني ونهرج يعني كده من زمان. طب الوقت طبعا في اللي هو الناس زيت من ايام الدي جي والكلام ده، وحابين يخشوا ويشاركوا في المجال الفني الجميل، المجال الرائع ده، حابب توجه لهم ايه عشان يشتركوا مع المغنيين بجد؟ والله هو دلوقتي الفن الشعبي اللي احنا بنقدمه هو حاجه جميله، اللي هو احنا ما بنقولش اي كلام خارج، اغاني حلوه، حاجه بنفرح الناس طبعا في الافراح في الشارع كده. تمام. هو في عندكم بني سويف في جمال بالطريقه كتير يعني؟ ده طبعا طبعا عندنا في بني سويف طبعا. انت حافظ اغاني تاني لطارق الشيخ ولا هي الاغنيه دي؟ والله حابب اسمعك حاجه تاني لطارق الشيخ. ماشي، حاجه انا على مزاجي انا. انا حافظ لناس كتير. طب سمعني. انا يا حاضر. انت اللي تختار بقى. حبيبي. ومعاك الفرقه مختار. انا يا دوديز كوردي دوديز. سمعك حاجه حلوه كده.
اتنسينا واللي قالوا راحت علينا، واللي فاكر ان انتهينا. احنا زي الورد نتفال بس برضو لا يترف فينا. حياتنا كان وجودهم سد خانة، واحنا مش ساندين عليكو ياللي عايزين تخلو بينا. عمرنا ما نتحامى فيكم تحت رب الكون. كله بيتاجر في كله عشان يعيش، ويقول التاني اللي بعدها فما يساويه. اصحاب ورق على الوش بس اما القلوب خالص، في ناس بتعمل حبايبك وفي وبننسى، ولا حد فينا من حاجه من نفسه وش حمر. هو احنا شفنا مش والدي الشاطر ده، انت والدي المبدع. حبيبي حبيبي يا اسلام اخويا طبعا. والله العظيم بجد يعني فن حبيبي. انا ذات نفسي فرحان اني بسمعه حبيبي حبيبي ما تحرمش مني. ودان مش مصدقها. حبيبي طبعا انا شرف ليا طبعا انا اطلع مع حضرتك طبعا في البرنامج. شرف لينا احنا والله ان نسمع الفن ده. حبيبي يا اسلام اخويا. الله يخليك يا استاذنا. طب باللحن ما عايز افهم برضه، لما بتيجي تتكلم وبتيجي تبدأ انت حاسس باللحن من يعني مين اللي بيكتبه لك او انت حاسس بايه؟ والله هو اللحن بيبقى ليه ناسه، ده رقم واحد. رقم اتنين المطرب لازم يكون حاسس الغنوه بجد قبل ما بيغنيها عشان يأديها كويس. تمام. بس طب لو قلنا لك عايزين نسمع منك حاجه وطنيه؟ والله عادي، بس يعني ما بيطلبش مننا في الشارع طبعا الوطن، عشان كده احنا مش مركزين فيه قوي. تمام. هو كل اللي بيطلب مننا اللي هو الشعب والغنى اللي هو الدارج حاليا دلوقتي في الشارع يعني. طب بص بقى، انا مش عايز اسال اي حاجه في الحلقه دي حبيبي. انا جاي ابسط الفرقه وابسط الجمهور وابسط بجد السيدي الصح والجمال، عايزك مونترال ده يولع النهارده. حبيبي انت حافظ حاجه الرضا البحراوي ده؟ طبعا حابين نسمع. انا اي حاضر سي. سي قال لك سي اهو البحراوي. فدي توسطة.
جدع بلا جا. مرسى الهموم قلبه دايما يقول والذنب مش ذنبه، وانا لو شكيت وبكيت يا بني الحديد هيدوب الاولى والتانية المكتوب. وانا لو شكيت وبكيت يا بني الحديد هيدوب الاولى غربتي والتانية المكتوب. انا لو رديت عليكو بالكذب اللي فيكو وانتو ما تستاهلوش كده، انا على وضعي وتمامي ونقلت في يوم كلامي سمعكم نداء سمعت كلامكم عني سمعت كلامكم عني العيل كلام خايف فيهم راجل جدع حتى الجدع خايف بكلمتين صوتي بكلمتين صوتي على طبتي بتعايق انا خدت فيكم قلم حبيبي حبيبي واخويا طبعا يا جدعان الفرقه ديت بجد انا ما شاء الله عليها ودي شهاده مني الله ينور عليكم وبجد اللي عايز اي يتواصل معاهم على الفيس استاذ وليد الشاطر وبجد ما شاء الله عليك يعني حبيبي يا استاذ اسلام الله ينور لكن اللي انا ملاحظ ان لما بتيجي تغني بلاقي الفن بيجي من جوه مش ان انت تحرك لسانك وبس ده ما هو طبعا لازم المطرب الحقيقي اللي بيغني بيبقى حاسس بالحاجه اللي بيقولها
اهم حاجه في الشغلانه اللي هو يكون حاسس بس مش اكتر ولا اقل. لا ما شاء الله والله حبيبي يا اسلام. حبيبي يا استاذ علي. لكن لما انت بتيجي تغني وتيجي تلحن اول بحاجه تبدا بايه؟ هو اغني ماشي، انما اللحن ده بيبقى مثلا ليه حد برضه موهبه برضه، زي كتابه الكلام برضه دي موهبه، اللحن برضه دي موهبه، زي مثلا بتاع الاورج برضه دي موهبه، كل حاجه ولها الموهبه بتاعتها. تمام. لكن انت شايف طبعا دلوقتي في ناس بتستغل الفرق وفي ناس بتستغل الاسعار، هل اسعار الفرق دي بقى اعلى من اسعار عاديه ولا بقى اسعار؟ والله هي الاسعار في المتناول، وبعدين مش كل طبعا فرع زي التاني. حقا في حد كل حاجة على قدها مش اكتر. يعني جدعان الابداع ده والاسعار والتناول للجميع. حبيبي طبعا. تحية مني الجماعة بني سويف بجد. طبعا حبيبي حبيبي بني سويف كلها يعني بص ناس كويسة جدا طبعا، وزبائن زي العسل واخواتنا وحبايبنا طبعا. احنا لما بنزل فرح شارع كده ممكن انزل اغني كده على الترابيزات قاعد في وسط اخواتي بمعنى الاصح. طب ما كدبش عليك، الاستديو واللي من جوه في معانا ختام، عايز اسمع حاجه بسيطه نختم بيها. اين هي؟ حاضر. بس حاجه من القلب بقى. حاضر ماشي. ف الف بعد كده الف ورا فنبدا. سمراء حبيبي 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 بتخبط فيا الدنيا وبتوديني يمين وشمال، الفترة دي شفت أذية وشفت مقاسي تهد جبال، وحياتي بقت مش هي وحتى الحال بغير الحال بغير الحال، الضحكة اللي اتعودت بيها الدنيا خدتها خلاص، قاسية الأيام اللي عليا ومش قادر أجاري الأحداث، واستنجد بس بمين وأنا واخد سطلة في كل الناس في كل الناس، اليومين اللي احنا فيهم كله بيحب الأسى، واللي إلى حد طيب يعتبرها معجزة معجزة، والضرب بقى على عين وطلع فضيت الوشين بيلدعوا لدعة التعب بيقسوني، صحبتي بتتناس على الضرب وعلى الانفاس، اخرهم سهره حلوه وكاس ويسود، تعملوا لي حوار وسرت معاكوا ليل ونهار، مفيش واحد سالك فيكم تعبتوني، واتقلبت الموازين وطفيت كفه الخاينين، وشفت الرخص حزين مكسور ومتعبي، ومين في الدنيا شاف قدي وقال الاه، قفلت ببان الخوف وصباح اللعب على المكشوف، محدش فيهم وش كسوف يلا صبرا، صحاب رقص بتبيع ما يتقلوش على المواضيع، ده دواء الطبيب فيهم
غسلتوني ولا عصمرة. زي ما بقول بجد يعني ما شاء الله عليك ابداع بجد يعني حبيبي شرفتنا والله العظيم حبيبي الشرف الكبير لينا طبعا وليا كل الجمهور وحابين بجد نشكرك جدا ونشكر جميع الفرقه وبجد خصوصا الاورجل الله ينور يعني اخواتي العلامه محمد سمير والعلامه مصطفى طلعت طبعا اخواتي الله يخليك يا استاذ مريم بجد حابين نشكرك جدا وشكرا جدا ليكم وكل الفرقه وكل الجمهور وتواصل عبر البرنامج اسلام البدر على الفيس والف من بجد شكر وسخرين بيك حبيبي اسلام اخويا طبعا حبيب قلبي حبيبي شرف كبير ليا طبعا لما اطلع معاك حبيبي ده شرف لنا احنا والله حبيب قلبي تهرمش منك يا الله يخليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم وليد الشاطر والاسلام فاضل ببرنامج اسلام والنجوم.